اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر والعاجل من مدينه الدار البيضاء، حيث اعلنت وزاره الصحه اليوم الجمعه عن تسجيل 249 حالات اصابه جديده بفيروس كورونا المستجد و380 الف حاله شفاء حالة شفاء وحالة وفاة واحدة خلال ال 24 ساعة المنصرمة. وأوضحت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة هند الزين في تصريح صحفي أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالة الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 15328 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالة الشفاء التام إلى 11827 حالة بنسبة تعافي تبلغ حوالي 77%، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 243 حالة بمعدل إماتة يناهز 1.6%. إذا مشاهدينا الكرام، كنتمنى من المواطنين المغاربة أنهم يبقوا واخدين احتياطاتهم اللازمة، لأن هذا الفيروس ما بغيناش ينتشر بسرعة في المغرب كامل. نتمنى كيف ما الملك محمد السادس دار مجهودات كبيرة، كذلك رجال الأمن، الإعلام، الصحافة النزيهة، كذلك القوات المساعدة، عمال النظافة، أطباء، ممرضين، ممرضات، يعني هاد الناس كلهم خدموا الوطن وضحوا بحياتهم، بصحتهم، بوليداتهم من أجل وطنهم. نتمنى أن المغاربة ياخذوا هاد الشيء بعين الاعتبار ويكونوا قدوة لدول أخرى. الحمد لله المغرب دار واحد الخدمة اللي ما داروهاش مجموعة من الدول، لا سواء في أوروبا لا سواء عربية. فالمغرب قام بواحد الدور كبير، خصوصا الملك محمد السادس، انه ضحى بالاقتصاد ديال البلاد وضحى باشياء كثيره من اجل الشعب فقط. هنا كيبان حبه لشعبه. كنتمنى المواطنين المغاربه انهم يخرجوا حتى يديروا الكمامه ديالهم ويبقاو دائما محافظين على السلامه ديالهم تجنبا لانتشار هذا الوباء، باش ترجع الحياه الطبيعيه لمجراها ونرجعوا للحياه اللي كنا معتادين عليها من ديال قبل. غادي نعاود البلاغ بالنسبه للناس اللي عاد التحقوا بنا. حيث أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل 249 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و380 حالة شفاء وحالة وفاة واحدة خلال ال 24 ساعة المنصرمة. وأوضحت رئيسة المصلحة رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة هند الزين في تصريح صحفي أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 15328 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 11827 حالة بنسبة تعافي تبلغ حوالي 77%، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 243 حالة بمعدل إماتة يناهز 1.6%. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، ونتلقى إن شاء الله في بث آخر.